نفتح الآن موضوع آخر وجديد، فوفقاً لدراسة قامت بها بي بي سي، لا يزال أكثر من نصف أفراد الجيل زد والألفية يعتمدون مالياً على والديهم، وأن ثلثيهم لا يشعرون بالرضا عن ذلك. طبعاً هذا يرجع لأنه شباب اليوم يعيشون في ظروف مختلفة جداً عن شباب الأمس. طبعاً التحديات المالية مختلفة تماماً، يتحملون قروض دراسية أكبر، أجورهم أقل من أجور أبائهم عندما كانوا في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم. ونحن في صباح العربية لدينا نصائح وخطوات لجعل أبنائك يعرفون قيمة المال ويصبحون مستقلين مادياً. مرحب مشاهدينا بضيفتنا في الاستوديو بالمستشارة التعليمية لينا بايزيد. أهلا بك لينا معنا في صباح العربية. شكرا راوية، أهلا فيك. طب لما بنحكي عن جيل زد، طب ما في منهم أطفال، من الطبيعي أنه يكونوا يعني لسه معتمدين على أبنائهم، على أبائهم يعني ماديا، ولكن لما بنحكي عن، بعتقد الحديث عن الأبناء اللي تخرجوا يمكن من الجامعة وليس في مقدورهم حتى وإن كانوا يعني بيشتغلوا انهم يكونوا مستقلين ماديا مع يعني الرواتب القليله ومتطلبات الحياه الكبيره، شو الحل بهيك؟ صحيح. هلا اولا هو الجيل زد او الالفيه هو مواليد 97 ل 2012، فهلا في منهم صاروا 26 صح سنه، وفي منهم لسه عمرهم 12 و13 سنه. لا لسه صغار هدول. نعم. بس المفروض نحن بأبكر ما يمكن، اتس سكيل يعني هي مهاره، مهاره التعامل مع المال، معرفه قيمه المال، شو يعني مال، كيف انا بتعامل، واداره المال هي مهاره مثل اي مهاره ثانيه بالحياه تعلم وتكتسب وإلها طرق أكيد، وكل ما بكرنا كل ما كان أحسن دائما. فنحن لازم نعلمهم قيمة المال أول شيء، شو الفرق، يعرف يعد. هي أول شيء رياضيات، أولا رياضيات التعامل مع المال الورقي والكوينز النقدي، حتى من عمر الروضة لازم نبدأ. بالمدارس عادة نحن بنبدأ بأكتيفيتيز، بنربطها بأنشطة كتير حلوة، بنعمل مثل متجر وعم يشتروا ويبيعوا لحتى يتعلموا أنه هو للتبادل. بس يكبروا أكثر وأكثر بنعطي تفاصيل أكثر، بنعلمهم كيف يحسبوا المال، شو المتبقي وقت يشتروا، بالقدوة بالتجربة لازم ناخذهم معنا وقت نشتري على السوبر ماركت، نعلمهم أنا معي ماما بس هالمبلغ 100 درهم مثلا بدي أشتري، بدي قديش حيزيد معي، كيف بختار الأشياء اللي بشتريها بحيث أنها تكون أفضل، يعني أكثر طريقة اقتصادية بالنسبة للميزانية. هاي مهارة اسمها الأولويات كمان. مهارة الأولويات هي كمان تبدأ من العمر الصغير، شو الأهم وشو الأقل أهمية. نحن من اللون needs and wants، إنه شو ما تحتاجه وما تريده، المفاضلة ما بين الاثنين، أنت بدك إياها أم تحتاجها. بالضبط بالضبط. طبعا الأطفال بيحتاجوا كل شيء وما عندهم فصل ما بين ما يريدون وما بالفعل يحتاجونه. بس على كل حال إحنا مشاهدينا سألنا الناس في السعودية كيف يمكن للأباء مساعدة أبنائهم البالغين على الاستقلال ماديا، خلونا نشوف شو قالوا. دور الأباء دور كبير في تربية أبنائهم وفي الاستقلال الذاتي والمادي. إنه يمسك يده أول شيء، ينزل مع السوق ويعلم ويدرب لين يتقن حرفة أو مهنة معينة. إنهم يساعدوهم، يحفزوهم، يحاولوا يدوروا لهم أي شيء يشغلهم، زي مثلاً دوامات، أشغال، أي شيء يحاول قدر المستطاع إنه يوفر له مصدر دخل. تحوله من بداية الشهر مبلغ مثلاً 2000 ريال أو يعني مبلغ، خلاص ما تعطي له غيره وتقول له أنت رتب نفسك ومصاريفك منها. بكل شيء يعني يتدخل بقرارات الولد، ولا يكون يعني إنه يخلي له المسؤولية كاملة، فيخليه كذا شوي يتصرف. بداية انه يعني التربية الصالحة، يعين الولد على امور الحياة، يعني مثلا يرشده الطريق الصحيح، يقول له مثلا عن امور الدين وعن الدنيا. كل واحد يمكن عنده رأيه بشو هي أفضل طريقة لتعليم الأبناء قيمة المال والاستقلال المادي، أكيد في عندك أنت نصائح عملية. خلينا نبلش مثلا من فئة العمر اللي بتكون مراهقة بالإعدادي في أواخر في الثانوي، ومن ثم البالغين اللي ممكن يكونوا خلصوا حتى جامعة.
الموضوع أسهل مما هو يبدو، يعني الأهل بيقولوا نحن من وين نبدأ كيف نعمل، فهي حقيقة خطوات بسيطة بتصير مع الممارسة اليومية والطفل بيبني هالمهارة. ممكن أول شيء إنه وقت يكون في عنا أي شيء مثلاً فاينانشال أو اقتصادي، موضوع اقتصادي بالبيت مع الأهل، ممكن الأولاد مع الأهل يتناقشوا، نورجيهم شو عنا نحن، شو أخذنا قروض، شو علينا ديون، إمتى بناخد قروض من البنك، إمتى ما بناخد قروض من البنك مثلاً، في القروض الجيدة، القروض الغير جيدة، الجيدة هي بتكون بالاستثمار بالذات مثلاً. لازم يعرفوا كيف يتعاملوا مع البنوك، الكريدت كارد ما يفكروا إنه هي أنليمتد، يعني لازم يعرفوا كأنه إحنا مش عم نصرف من فلوس شخص آخر، لا هي فلوسنا برضو وبندفعها أكتر بفايدة. فلازم نعلمهم كيف يتعاملوا مع البنوك، مع البطاقات، مع الشراء، لازم نعلمهم كيف يديروا الإدارة، لازم نحكي معهم على طول نحكي معهم وبشكل نكون نحن قدوة ونورجيهم نحن كيف عم نعمل إدارة لأموالنا، وين عم نحط، وين نستثمر. الاستثمار نحن بالمدارس، معظم المدارس ما بتعلم الاستثمار. لازم نعلمهم أنه في قيمة، في جزء من المال للادخار، في جزء من المال للاستثمار، وفي جزء أنا بصرفه على الأساسيات تبعاتي وشو بيبقى للثانويات أو للرفاهية. فهي كلها أمور تعلم بخطوات بسيطة بالمناقشة بالقدوة، الطفل بتعلمها وبيكبر عليها. خاصة موضوع الادخار والاستثمار هذا كتير موضوع مهم. وقديش مهم أنه يعني نعلم أطفالنا كيف يستخدموا مصروفهم كمان، يعني يصرف هذا المصروف على إيش، على الكماليات أم على أساسيات؟ ولا الأساسيات أكيد من مسؤولية الأهل. تمام كمان هذا كتير ضروري. في أحد الآراء بتقول إنه نحن لما نعطي أولادنا نحاول، خاصة وقت يكبروا، نحاول نعطيهم نقولهم كيف بدك تردوا لهذا المال، نعلمهم إنه هو في انضباط بده يرده، أنا أعطيتك بس مو بشكل يعني unlimited غير محدود، كيف فيك ترده من مصروفك، فهو بده يدير مصروفه بيصير أكتر. فبهي الطريقة منعلمهم بخطوات بسيطة وسهلة وعملية، الطفل بيكبر وبيعرف تمام كيف يدير هالمصروف تبعه وين يحط المصروف تبعه. والأهم من ذلك هو معرفة قيمة المال، بأنه هذا شيء يعني بده جهد وتعب وعمل، فإله قيمة لا يصرف هيك بدون بلا مبالاة. يعني واحدة من أهم الأشياء ما نعطيهم من دون حدود حساب، يعني الإسراف ومن دون حدود هي من أخطر الأشياء. لازم يتعلم أنه هو بيشتغل، ممكن هن صغار يعملوا pet sitting، يأخذوا مثلا القطة يديروا بالون عليها، نعطيهم مصاري مقابلها للجيران مثلا. مع أنه يقال بأنه من الخطأ جدا أنه انقاض يعني نعطي أجر لأطفالنا على أعمال المنزل، لأنه هذه المفروض تكون من مسؤولياتهم. هي المفروض تكون من مسؤوليات، واجبات ومسؤوليات. بدنا نفرق، احيانا في شيء اضافي مثل مثلا انه ممكن يدير باله على حيوان الجيران مثلا، ما حول بيبي سيتنج لانه لازم يكون فوق 18. الاطفال الاكبر اللي فوق 18 ممكن يعملوا بيبي سيتنج للمعارف، اذا شغلت ضمن نظام الدوله تكون مرخص لها طبعا، ممكن ياخذوا عليها مقابل. فهي بتختلف عن الامور المنزليه، هي اكسترا اضافيه. او يغسلوا سيارات الحي مثلا، هي اكسترا، هي ممكن يشتغل مقابل مال. فهو العمل كثير ضروري من العمر الصغير يشتغلوا مقابل مال حتى يحسوا بقيمة المال، هو جهد بالفعل. شكرا جزيلا لك المستشارة التعليمية لينا بايزيد على كل هذه النصائح المفيدة. شكرا شكرا راوية.